هذا يقول: كيف الغسل، كيفية الغسل من الجنابة، وهل بالماء فقط أو بالماء والصابون؟ لا، بالماء فقط. الصابون هذا ما هو داخل فيه، إن بغى يستعمل الصابون للنظافة فليس بممنوع من هذا، أما الجنابة فيزيلها الماء المجرد، إلا إذا كان على جلده شيء مما يمنع وصول الماء كالأصباغ والبويات والطين والعجين وما أشبه ذلك، فعليه أن يزيله، لأنه إذا لم يزل الحوائل التي تمنع وصول الماء إلى الجلد فإنه لا يصح منه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له: اذهب فأحسن وضوءك. وأما إذا كان على الجلد لصوق على جرح أو جبيرة على جرح ويحتاج إلى بقائها على الجرح فإنه يكفي أن يمسح عليها، يكفيه أن يمسح عليها، ومسحه عليها يكفي عن غسل ما تحتها لأجل الحاجة والضرورة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.